السلام عليكم. من اللاعب الأفضل في اليورو حتى الآن من بين هؤلاء الفائزين بالجائزة؟ اللاعب إريكسن، أداماك، فابيان رويس. مع منتخب إسبانيا فائز بالجائزة جيزا، لاعب إيطاليا مع جائزة الأفضل. لا. زكبو، لاعب هولندا مع الجائزة. والنحلة الفرنسية إنغولو كونتي مع جائزة الأفضل في المباراة. المتألق جود بيلينغهام مع الجائزة رفقة إنجلترا. الجوهرة المتألقة الألماني جمال موسيالا. الصاعد فيتينيا مع منتخب البرتغال. جوهرة مدريد وتركيا أردا كولور بعد تسجيله هدف جميل. وأخيرا الأفضل إلكاي غوندوغان بعد تسجيل هدف وتقديم تمريرة حاسمة في المباراة الأخيرة للألمان. من هو اللاعب الأفضل في نظرك في هذا اليورو حتى الآن؟